ماذا أعددنا في التعامل الخليجي مع جو بايدن؟ أولا يجب أن نشير أنه لا تربطنا علاقة ود مع جو بايدن، وماضي الرجل هو قاضيه، وفيما مضى هناك الكثير من النقاط التي تظهر عدم هذا الود. النقطة الأولى هو أنه كان ضد حرب تحرير الكويت. النقطة الثانية أن الرجل كان أيضا ضد إسقاط الطاغية صدام حسين سنة 2003. النقطة الثالثة أنه كان أو له اليد العليا في المشروع النووي الإيراني أو تفاصيل المشروع النووي الإيراني في 2015، بدرجة جعلت الإيرانيين يفتشون على أنفسهم في ذلك المشروع، وتم تحييد دول الخليج وكأن لنا لا رأي لنا في هذا. بايدن أيضا يحضر لإعادة فتح الكثير من الملفات الخلافية مع دول الخليج، و خصوصا ما يهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، مثل حرب اليمن ومثل قضية خاشقجي والكثير من القضايا الأخرى بدوافع ابتزازية. الوضع الحالي أمانة قبل أن يصل بايدن في جانيوري يتطلب الشعور بالتهديد، بمعنى يجب أن يكون هناك مشروع خليجي يكون أساس للتعامل مع الإدارة الجديدة. المشروع الخليجي يجب أن يتضمن عدة نقاط. يتضمن أولا تبيان المصالح المشتركة، يجب أن نظهر لواشنطن أن ما بيننا هو مصالح مشتركة، عدم التسليم باليد العليا لإيران في معادلة المنطقة، بمعنى أنه كما فعلت الإدارة الديمقراطية في عصر أوباما بايدن كانت على وشك أن تترك إيران هي من يدير الخليج العربي، هذا مرفوض خليجيا، فنحن أيضا شركاء في أمن الخليج. الاهتمام بالاصطفافات الجديدة والتحالفات الوليدة التي تمت خلال الأشهر الماضية، يعني التحالف حتى مع الصهاينة، يجب أن تستخدم هذه التحالفات للضغط على الإدارة الجديدة. أخيرا، دول الخليج أمانة مجبرة على أن تعيد مشروع تحالفاتها مع واشنطن بالكامل، لكن يجب أن يكونوا كتلة واحدة.